عندك تقيل ليال ولد تنده من بعيد عندك تقيل ليال ولد تنده من بعيد ويا هول يقيل لك هالوقت يا ابني وقت عيد قالها خوارج ثايرة والنصر لا يزيد للشام جابوا روسه ويا الضعينة قالت يا ولدي ارجعوا عاين شكلهم واخذي الخبر يا نور عيني من طفلهم وعن دينهم يا ابني ومدينتهم اسألهم واعرف يا عقلي اسم الزعيم الذابحين راحوا وقف بالجادة ولاحت له الروس فوق الارماح تلوح تخجل نور لشموس والحرم مسلوبة وعلي لبقاد محبوس واللي ينظره يفجع قلب بونينا بعد الشاب وعاين أسيرة لوذ بيها كل يتيمة يا قال أظن هذه للضعن كل زعيمة قال يا حرم صيبتش كلفة وعظيمة يا شن حديانتكم وهلكم يا مدينة إش قال الزينب قالت إسلام إحنا ورا الطيبة وطننا إحنا مو خوارج إحنا أولاد رسول الله قالت إسلام إحنا ورا الطيبة وطننا وكل من تعرفه من المدينة اسألني عنه قالها يا مسبية المدينة بلاد أهلنا والله انشدش إن كان خالي تعرفينه تعرفين أبو السجاد وتعرفين عباس وتعرفين الأكبر والشهامة لترفع الراس تعرفين أبو الشيمة يا محمد وافيل باس لكن تدري من وش نكست راس زينب أردن شديش تعرفين أبو الشيمة محمد وافي الباس تعرفين زينب بضعة الزهرة الحزينة قالت شنو اسمك يا عزيزي وامك نايا يا قالها أنا أمي هاشمية واسمي حسين وأنا خوالي بيت أبو طالبة طيبة بيت الإمام الفخر كل حايزين قالت إن كان ابن العقيل يا جنابك
اللي ذكرتهم يا الولد كلهم قبالا. احزان ابو السجاد واطفاله واحبابك راح اوجت البس العليل القايدين. ولدي وان كان عن زينب تسايل والنساوين قالت انا زينب وهذه عالة احسان رد ينتحب وهو يلطم الهامة باليدين ينادي يا يما بالعجل قوم الدهانة. يلا عند بيت الدعاء شيلوا وياه. صاحت انا كل مرة اجيبه انا ضيعني يا ابن امي خلاني غريبة يا لا الغند ولا بلد يمي قريب حنيش دعوة يا علي يا علي اطول الخيبة يا ما تنجف زينب وياها نساوي. انعم جواب